تحليل لوكالة الأناضول منشور في 26 من مايو أيار من العام 2021 بعنوان الحكومة التونسية تستنجد بليبيا من شروط صندوق النقد. في ظل أزمة اقتصادية خانقة وحاجتها إلى تمويل لا يقل عن 6 مليارات دولار لموازنتها وشروط صندوق النقد الدولي الصعبة لإقراضها، لم تجد الحكومة التونسية سوى ليبيا الجريحة لمعالجة وضعها المأزوم. شهدت العاصمة الليبية طرابلس زيارة وفد حكومي واقتصادي تونسي برئاسة هشام المشيشي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي و1200 من رجال الأعمال. ليبيا ورغم أزمتها السياسية والأمنية بدأت تستعيد عافيتها الاقتصادية سريعاً بعد عودة قطاع النفط للإنتاج بمستويات تجاوزت 1,000,000 برميل يومياً. تطمح البلاد إلى مضاعفة هذا الرقم مستقبلاً بالتزامن مع تحسن الأسعار في الأسواق العالمية وبروز عدة مؤشرات نحو تحقيقها استقراراً سياسياً وعسكرياً بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. ما يهم الحكومة التونسية أكثر أن تكون لها حصة هامة في إعادة إعمار ليبيا التي ومن المتوقع أن تبلغ 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا ما يفسر مرافقة نحو 1,200 رجل أعمال تونسي للمشيشي إلى طرابلس. هذا الشغف التونسي تجاه ليبيا مرده تعويض ما خسرته تونس خلال السنوات الماضية من أرقام التجارة والاستثمار والسياحة مع العالم. تمتلك تونس ميزة أن حدودها البرية الأقرب إلى طرابلس يقطنها أكثر من ثلث سكان ليبيا مقارنة بغيرها من الدول المجاورة، هذا يخدم التبادل التجاري بين البلدين. فلا ريب أن أهم اتفاق وقعه المشيشي مع دبيبة تعلق بمجالات النقل البحري والجوي والبري وتيسير التبادل التجاري بين البلدين. ترتبط طرابلس بشبكة الطرقات التونسية عبر طريق ساحلي حيوي لاقتصاد البلدين طوله نحو 170 كيلومتر. وبالنسبة للنقل الجوي استأنفت الخطوط التونسية تسيير رحلات يومية إلى مطار معيتقة في طرابلس وأيضاً إلى مطار بنينة بعد 7 سنوات من الانقطاع. تمثل عودة خط تونس ليبيا للنشاط فرصة للخطوط الجوية التونسية لاستعادة أكثر خطوطها ربحية، إذ كانت تسير 7 رحلات يومية نحو مطارات معيتقة وبنينة ومصراتة وسبها، ما يمثل 20% من أعمالها. وفيما يتعلق بالنقل البحري، فمن المرتقب أن يتم افتتاح خط بحري بين مصراتة وميناءي قرقيس وحلق الوادي لنقل المسافرين والبضائع. تونس طالما كانت المتنفس لليبيا نحو العالم الخارجي، سواء في الحصار الذي فرض عليها إبان عهد معمر القذافي أو خلال الأزمة الأمنية التي عاصفت بها. ليس التعاون التجاري والاستثماري فقط ما يسعى إليه المشيشي من خلال زيارته، بل الحصول على قرض أو وديعة بشكل عاجل. فالمفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي تبدو متعثرة، يرجع ذلك على الأغلب إلى الشروط الصارمة التي عادة ما يضعها صندوق النقد الدولي على الدول التي تلجأ إليها، وعلى رأسها تقليص الدعم لأسعار الوقود والمواد الأساسية كالخبز والحليب والسكر. هذا يعني زيادة الأسعار وارتفاع التضخم، قد يتسبب ذلك في انفلات الأوضاع الاجتماعية والأمنية، لذا تتحفظ أطراف سياسية على هذا الخيار. وأمام صعوبة تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي، سواء تقليص الدعم على المواد الأساسية أو تخفيض كتلة الأجور، ما سيتسبب في تسريح نسبة من العمال والموظفين، لجأت حكومة المشيشي إلى الخيار الليبي. ورغم أن رئيس حكومة الوحدة الليبية وعد المشيشي بمساعدة بلاده في أزمتها، إلا أنه لم يتضح بعد طبيعة هذه المساعدة المالية وحجمها. التزم دبيبة أيضاً بفتح رسالة لدى البنك المركزي الليبي لتلبية احتياجات بلاده من تونس وتجديد الإقامات وعقود العمل للتونسيين في ليبيا ورفع القيود الإدارية عن دخول البضائع التونسية إلى بلاده. ليبيا ما زالت تعاني وضعاً أمنياً وسياسياً هشاً،
لا يمكنها سد الثغرة المالية الضخمة التي تحتاجها تونس لموازنتها في 2021، لكن بإمكانها إنقاذ مئات الشركات التونسية من الإفلاس وانتشال مئات آلاف العمال من وحل البطالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.